سنن النسائي كتاب الطهارة كراهية البول في المستحم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر من ثقات أزمة ترى الله وأنت معه. قال أنبأنا ابن المبارك. الله مبارك الرجل المبارك المجاهد كريم الجواد العالم النبيل. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي اليماني. عن الأشعث. من ثقات الأزمة. عن الأشعث بن عبد الله. عن الأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني. نعم. ابن معين قال ثقة. وأحمد قال لا أعلم إلا خيرا، والبزار قال ليس بي بأس. مستقيم الحديث. أي ابن حجر من الثقات شيخ أصحاب الكتب الستة، وابن المبارك رجل مبارك من ثقات الأثبات، ومعمر نفس الأمر من ثقات الأثبات، والأشعث قلنا أنه من الثقات. عن الحسن. حسن بن أبي الحسن البصري من خيار التابعين. كلامه كان عليه هالة من النبوة. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ورضاه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن احدكم في مستحمه فان عامه الوسواس منه. ممتاز. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن احدكم في مستحمه، وهذا نهي فيه قد قال فيه بعض العلماء انه على اصله، يعني على الحرمه. لا يبولن احدكم، لا 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 لا، ما أخذناه في مستحمي، ما أخذناه أخذنا الأسبوع الماضي في الماء الراكد فقط، في مستحمي ما أخذناه، لا 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 لا، ما أخذناه. لا لا لا، إحنا ما أخذنا البول في مستحمي، أخذنا البول في الماء الراكد. فهنا كراهية ما أخذناه، تأكدوا. السلام عليكم. فهنا في قوله يعني في مستحمي أو مغتسله، في وضع المغتسل، المراد هنا بأنه إذا 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 بال ثم اغتسل. فكثيرا ما يتوهم الإنسان بأنه وقع عليه ما وقع من النجاسة. عامة النهي هنا كما قلنا، النهي هنا للكراهة عند جماهير أهل العلم، من أجل أن المسألة ذريعة لغيرها، من أجل المسألة سريعة لغيرها. فالحرمة هنا للوسائل، الحرمة هنا من أجل الوسائل. نعم، حرمة الوسائل كما قلنا على التخفيف، ليس على التغليظ. حرمة المقاصد هي التي على التغليظ. والأصل هنا بأنه إذا بال في المستحمي أو مغتسلي، في المكان الذي يغتسل فيه، فإن هذا يصيب بالوسواس، لأنه الشيطان يأتي يقول له: أنت لمست النجاسة، النجاسة ردت عليك بعدما اغتسلت، أنت النجاسة أصابتك وأنت تغتسل والماء لم ينزل عليها، فيأتيه ما يأتيه من الوسوسة. فلكن العلماء فصلوا هذه المسألة تفصيلا بديعا، قالوا: إن كان له مجرى كما قال الخطابي وغيره، إن كان له مجرى فالكراهة غير واردة، كأنهم قالوا بأن الحديث معلول له علة، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم في هذا الباب. لأنه والدلالة على ذلك أنه قال: فإن عامة الوسوس منه، وإن كانت هي ضعيفة لكنها تبين علية الحكم، علية الحكم بذلك، فإن عامة الوسائل الوساوس منه. لأنه يقول: أصابني النجاسة، ما أصابني النجاسة، مررت على النجاسة، ما مررت على النجاسة، يعني إن بقيت. ولذلك العلماء قالوا: هذا لا يكون إلا إذا بقيت واختلطت بماء، إذا بقيت النجاسة هي التي يكون فيها هذه الوساوس. لكن إن كان في مكان له مجرى ويعلم أن 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 أنه إذا قضى حاجته في هذا المكان بأنه يذهب ثم يأتي على ذلك الماء الطاهر ويغتسل به، فإن الوساوس لا تكون موجودة. الكلام على أنه يغتسل في المكان وهناك مكان آخر قد بال فيه وبقي قضاء حاجته فيه، فهذا معناه أنه أصلا ممكن الماء يأتي على الماء ويرد عليه وتأتيه الوساوس من ذلك. لذلك نهى الشرع عن هذا. لذلك علماءنا يقولون: إن كان له مجرى فالنهي غير وارد، وإن كان له مجرى فالنهي وارد. يبقى إذن لنا أن نقول هذا من أعدل الأقوال عند العلماء. ليش؟ لأنه يقول بأن النهي يعمل به لكن لا يعمل به على العموم، كأنه قال هذا عام يرد به إيش؟ الخصوص. ومن وين أتيتم بأنه عام يرد به الخصوص؟ قالوا: الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الوصف: فإن عامة الوساوس منه، فإن عامة الوساوس منه، فيكون هذا وصفا، يكون هذا وصفا. وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب، بأنه إذا لا يبول أحدكم في مستحمي
فإن عامة الوساوس منه، لأنه إذا فعل ذلك وبقي فإن الوساوس تأتيه بأنه قد مس النجاسة أو ردت عليه النجاسة، ارتدت عليه النجاسة أم لا، يبقى حائرا. أما إذا كان له مجرى فإنه غير وارد النهي هنا، لأنه قال فإن عامة الوساوس منه. التعليل هنا جعل الأمر، جعل النهي لا يكون واردا على العموم، لكنه وارد على مورد خاص ألا هو إذا بقي البول. لكن لو كان له مجرى وقد انتفى ينتهي الأمر في هذا الباب على أنه ليس واردا النهي هنا. يبقى ورود النهي في حالة واحدة، ورود النهي هنا في حالة واحدة. الفوائد المستنبطة: حسم المادة وسد الذريعة من أصول شرعنا. ديننا دين النظافة، أن أعطى الله المسببات بالأسباب، الوساوس لا تأتي إلا بأسبابها، فلابد أن يقطعها المرء. فهذا أيضا علاج من الوسوسة، أن يقطع أسباب الوسوسة. نعم، الحمد لله وشكر.